السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أمور تهمنا لو بودكاست. معكم من وراء الميكرو شاذة ناوي من راديو عليسا فام. اليوم مانيش حاضرة وحدي، معايا نزار. عسلامة نزار. عسلامة شاذة. نزار هدوي أنيماتور في راديو عليسا فام جابس. أنا زادة معاكم. عسلامة نزار شاذة. أنا شاذة شفتر، ناشطة في جمعية منتدى تونس للتمكين الشبابي. اليوم موضوعنا مهم وموضوع ذو أولوية، موضوع جديد ومتجدد، باش نحكوا على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس. باش ندخلوا دخلة صحيحة للموضوع، خلينا نتعرفوا على باز شنو المصطلحات أو التسميات اللي نجموا نحكوا بها في الموضوع هذا. باهي، بالنسبة للتسميات فما سيدة على الأقل نكونوا واضحين، معاق هذه مهينة دوك نستغنيوا عليها. فما زادة شكون يقول حامل إعاقة؟ للأسف الإعاقة مش ساك ولا دبدوب دونك ما تتحملش. فما زادة شكون هكا يحب يضخمها يقول ذوي احتياج خصوصي. زادة هذه ما نستعملوهيش على خطر مثلا أنا في رمضان محش على سيجار ولا محش على قهوة، دونك أنا عندي احتياج خصوصي داخل بعضي، لكن بمجرد أني نشرب قهوتي الاحتياج الخصوصي في على روحه، دونك هذه زادة ما نستعملوهيش. دونك التسمية المعتمدة من الأمم المتحدة واللي نستعملوها في أهم القوانين والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي أشخاص ذوي إعاقة. شادية باش نعقب على كلامك في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، قبل ما نجي للبودكاست سألت برشا عباد شنو المصطلح اللي يختاروه. لقيت برشا عباد فما خلط ما بين العبارة متاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات الخصوصية والأشخاص ذوي الإعاقة. فمشكون أنفت يحشم باش يستعمل كلمة إعاقة، استعملوها إعاقة ماهيش حاجة بيزة، مش حاجة غايبة، ولا يلزم نسموا الأشياء بمسميات. والأشخاص ذوي الإعاقة كما قلتي شادية اللي هي عبارة شاملة تشمل نجم نقولوا المسنين، الأيتام، حتى للمرضى اللي أي نوع متاع مرض، هذا كنوع من الاحتياج الخصوصي بالنسبة لي. في تونس هما فما خلط كما حكيت شادي وحكاية شذاء من ذوي الإعاقة إلى المعوق في حد ذاته إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى ذوي الاحتياجات الخصوصية، تم تصنيفهم في الفترة الأخيرة ذوي الإعاقة، وخاصة أنه اليوم ذوي الإعاقة هم اللي عندهم الإعاقة المدى الطويل، معناها مش أي إنسان نجم نقول عليه من ذوي الإعاقة، وخاصة في الفترة الأخيرة تحدثوا حتى على الأشخاص اللي عندهم التوحد اللي صنفوهم، فما شكون صنفهم من المعوقين، فما شكون صنفهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن لحد الآن ما تمش تصنيفهم. هذاك علاش راهو فما خلط قاعد يصير في الفترة الأخيرة ما بين ذوي الاحتياجات الخصوصية وذوي الإعاقة. فما تسميات أخرى يا شباب، فما عبيد تقول لك نسموهم الأشخاص ذوي الهمم، أو فما شكون يسميهم الأشخاص ذوي المواهب الخاصة. أور التسميات هذه تزيد تعزز هيك الوصمة اللي باش نحكوا عليها من بعد، الوصمة الاجتماعية، وما هي إلا عبارات عاطفية شوية نجم نقولوا. برشا ناس ماشي في بالهم اللي معناها كما قالت شادية الأمور العاطفة، لا، وقت اللي هي فما أمور العقل هني ديما لازم ياخذ دورة وياخذ المكانة متاع. هم ناس عندهم إعاقة، ناس توجدوا في المجتمع موجودين، لازم تتسمى بكل شيء، معناها الأشياء بمسمياتها، معناها ما نحشموش نقولوا أشخاص ذوي الإعاقة، هذيك التسمية متاعهم وهذاك شنو موجود. اتفقنا توا على التسمية اللي هي أشخاص ذوي إعاقة، وإحنا رانا نوصفوا في حالة ماناش نستنقصوا من قدرات شخص ولا نستنقصوا من أي شخص. جوست حبيت نعقب، لازم نزاد كنت تعطيني العكس ولا الضاد متاع أشخاص ذوي إعاقة شنو؟ هم الأشخاص العاديين، الأشخاص اللي يعيشوا في حالة طبيعية، ما عندهم مشاكل في حياتهم، ما عندهم مشاكل تعيقهم في حياتهم اليومية، لأنه ذوي الإعاقة يختلف عن الإنسان العادي. هذا اللي حبيت نقوله، لعكس شخص ذوي إعاقة هو شخص من غير ذوي الإعاقة. دونك استعمل كلمة سوي وإلا عادي وإلا لبس عليه مش تسمية صحيحة، خاطر كل لبس علينا كلنا عاديين، والإعاقة عمرها كانت مشكل. دونك جوست اختلاف، نوع من الاختلاف، هذاك علاش فما حاجات تعوض الإعاقة كيما الكراسي المتحركة، السماعات، هذيك باش تصلح سهل حياة الناس العاديين. معناها نقولوا احنا اللي ما يسمعش ولا ما يشوفش ولا ما يمشيش عنده أشياء بديلة باش ينجم يعيش حياته ويكون موجود في المجتمع ويمارس الحياة الطبيعية. سينو رانا كلنا أشخاص عاديين، والأشخاص ذوي الإعاقة راهم عباد كيفنا كيفهم، جوست نحو لي بارير اللي حطيناهم احنا وحطهم المجتمع. اكزاكتومون، دونك لازمنا نوصلوا نهار من نهارات
نخموا اللي الإعاقة هي شكل من أشكال التنوع البشري. يعني اليوم كي نحكيوا على إنسان قصير ولا طويل، واحد عينيه زرق، واحد عينيه كحل، دونك واحد أسمر واحد أبيض، نحكيوا زيادة على ناس تولدت بلاش ساقين بلاش يدين، دونك عندهم سندروم دو نانيزم، ما يحكيوش، يستعملوا وسائل أخرى للتعبير، ما يشوفوش لكن زيادة يستعملوا وسائل أخرى دونك باش يتواصلوا مع المحيط متاحها. دونك الإعاقة هي حاجة عادية، هي نوع من أنواع التنوع البشري لا أكثر ولا أقل. اتفقنا أنه التسمية تكون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولو أنه استعمال العبارات أكثر لطف والكل روما عندهم باش يوصل. أهم حاجة واللي هي باش نصلحوا هالواقع هو نتجاوزوا النظرة النمطية والسياسات والأفكار اللي قايمة على التمييز العنصري. شادية، شنية النظرة النمطية؟ بيه ممكن نحكي هنا شوي على تجربتي. أنا شخص من غير ذوي الإعاقة، دونك قبل 2018 ما كانش عندي حتى علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ما كانوش عندي في الانتوراج متاعي في عائلتي. بالنسبة لي حتى كي كنت مدافعة شوية على حقوق الإنسان ما كانش حاجة تهمني تقول ما يعفس الجمرة كي ما يحس كل اللي يحس ما يحس الجمرة اللي يحس عليه اللي هي حاجة غالطة. فت في 2018 عشت تجربة اللي هي بدلت لي شوية حياتي، اللي هي تجربة المصيف الشبابي دمش اللي قعدت 5 أيام. أول مرة نقعد اون كونتاكت كي طويل مع أشخاص ذوي الإعاقة، وقتها فهمت اللي فما كاتيجوري في البلاد هذه دولة ما قرات لهمش حسابها. كنا وقتها عنا ديزاتولي لوطا في الإتاج اللوطاني، والبيوت كانوا الفوق. وقتها كنا في دار شباب قليبيا، وقتها بديت نحس اللي كيف صباح ولا كاميليا اللي تحب تطلع البيت فوقها الفوق البيتها بلتو، كان لازم فما 3 ولا 4 شباب اللي هما كيفهم كيفها يطلعوها، وكيف كيف باش تهبط لازم كان بسيدي وسيد كيف كيف. ما كانتش حاجه الحاجات الايفيدنت بالنسبه لينا احنا، اللي هي تقص الكياس باش تطلع في دروش باش تمشي تخرج مضمون باش تطلع في كار ولا في مترو. الحاجات هذه اللي بالنسبه لينا احنا حاجة عادية يوميش فيها أصلاً معني. بالنسبة للناس أخرين أولاد بلادنا كيف كيف ما هيش حاجة إيفيدانت، دونك فيها برشا مس من استقلاليتهم. يعني كيف توا شخص ذو إعاقة سمعية يبدأ هكا نبدأه في مجموعة وإلا في أخبار وإلا في سيمينار ولا حاجة يبدأ مش فيهم حتى شيء. ذو إعاقة بصرية لازم ديما هز معاه واحد من أفراد عائلته، معاه البلدية ولا القباضة باش يصحح له ورقة ولا باش يقوله فيش قاعد يصير قدامه. كيف كيف يعني الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية باش تقص كيس ولا باش تطلع تقابل مسؤول في البريمير إتاج، حاجة شبه مستحيلة. دونك فما ياسر مس من استقلاليتهم من الناس هذا. وقتها بديت نفهم أكثر اللي ان فيت لي راهو مانيش كنا كيف كيف، راهي الدوله هذه حتى لو كان هي يعني شرعت برشا عملت برشا قوانين وتقعد ديما قوانين حبر على ورق يعني، وتونس ديما ما شاء الله ماده وجهها في كل الاتفاقيات، هي اول معناها الدول اللي صحت في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه عام 2008، عامله فصل 48 في الدستور اللي يحكي على الاشخاص ذوي الاعاقه. لكن كي نجيو نشوفوا على ارض الواقع ما نلقاو حتى شيء، ما نلقاو حتى البنية التحتية ما هيش قادرة إنها تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة. كي تقرأ شادي القانون اللي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة تحس روحك في بلاد أخرى، كي تقرأ القوانين محلاها منظمة اللي احنا عايشين في سلام وشيخين والناس كل متفرهدة، أور كي تجي للأرض الواقع بالحق تتصدم. هذه قوانين حبر على ورق، لأنه المعنى نقوله احنا اللي موجود في الوثائق حاجة وعلى أرض الواقع حاجة أخرى. علاش؟ لأنه اللي كتبوا القوانين هذه وإلا اللي شرعوا في الدستور اللي شرع الفصل 48 ما يعرفش شنو يعيشوا ذوي الإعاقة، معناها ما يعرفش شنو قاعد يصير كيفاش يعيشوا. وعلاش أنا طريقة تب الفصل 48 اليوم الناس اللي قاعدين نشوفوا فيهم ولا اللي قاعدين يعيشوا في تونس خاصة الناس العاديين اللي راهو ما فماش حاجة اسمها كيف كيف، فما فرق راهو ديما المجتمع الغالب للأسف هذاك واقعنا ديما يشوف اللي الناس هذوكم عاجزين، الناس هذوكم غير قادرين على أنهم يعيشوا في المجتمع، غير قادرين أنهم يقدموا المعلومة ولا يقدموا الإضافة ولا يقدموا نقولوا احني حتى يد المساعدة ولا شخص من ذوي الإعاقة في العائلة يولي مشكل
ولعائق للعائلة في حد ذاتها معناه. وخاصة للأمانة فما عائلات ما همش قابلين أصغارهم يكونوا من ذوي الإعاقة، ولا صغير يتولد يلقى أبوه ولا أمه من ذوي الإعاقة تولي له مشكل كبير. هذاك علاش راه ديما نقولها راه من 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 زينوش الواقع متاعنا، ما نقولوش راه فما ورد وفما فل وياسمين، لا فما مشاكل، فما عراقيل، فما برشة تشكيات، وفما برشة نقولوا احنا نوع من السخرية ونوع من التمسخير للأسف الغالب. أنا نشوف صحيح اللي فما الجزء هذا من الواقع موجود، واللي المأساة موجودة والألم موجود وذاك الكل موجود، لكن كي نجاوزوا الدولة ونجاوزوا القوانين ونجاوزوا التشريعات والكل دور الأعلام. الأعلام اليوم، أنا اليوم كمواطنة من المجتمع بعيدة كل البعد على الجمعيات الحقوقية اللي دافع على الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ما عنديش كونتاكت شخصي بشخص ذو إعاقة. الأعلام شنو يصور؟ يصور اللي العباد هذوما مهمشين، اللي العباد ما همش واصلين في حياتهم، مش واصلين في قرايتهم، عباد تعبين مادياً. صحيح، هذا يرسخنا في اللاوعي متاعنا، اللي هذا يرسخنا في اللاوعي متاعنا اللي الأشخاص هذوكم ديما باش نبقوا نخزروا لهم بالشفقة ونعطفوا عليهم لا أكثر. صحيح، فت أنا واحدة من الناس قبل بكل صدق كنت الأشخاص ذوي الإعاقة نشوفهم كاين باش نقولها يطلبوا في الشارع. دونك بالنسبة لي أنا ديما مساكن يسخفوا، فما مرة زادة صارت الحاجة تحشم على الآخر في مترو، وقتها نلقى شخص ذو إعاقة جسدية وهو قاعد على روحي، خلينا مشيت عطيتو فلوس، نلقى صرف يدي عطيتو فلوس، يعني بالنسبة لي أنا في بالي يطلب، قال يعني مانيش نطلب. دونك الموقف محرج، هيك ياسر موقف محرج، أما علاش؟ على خاطر هذيك هو الستيريوتيب اللي تكون لي في مخي أنا. بالنسبة لي شخص ذو إعاقة يلزمني مسكين ويسخف، وأكثر حاجة خايبة تنجم تعملها شخص ذو إعاقة اللي هو تقول ربي يشفيك ولا إن شاء الله لاباس، تحسوا اللي هو إنسان بالحق غير عادي. أوه كان جد كما قلت أنت، ملينا صغيرة في الإعلام، في المسلسلات، في لي بانو بوبليسيتير نشوف شخص ذو إعاقة، يعني نحس وقتها ممكن نولي نحس اللي هي حاجة عادية ونوع من أنواع الاختلاف، لكن هذا غايب معي كومبليتمون في الإعلام. الواقع يثبت عكس ذلك. نزار، أنا خدمت مع نزار وإنسان بونكتويل، يخدم أكثر، يخدم حتى أكثر مني بتاتر. لا لا بالعكس، نخدم مع بعضنا الناس كلها. أنا شخصياً ما حسيتش روحي معناها عندي نقص وإلا فما مشكلة، كان مع شذا ولا مع نبيلة ولا حتى مع فريق الإذاعة اللي نخدم فيها في إذاعة عليسة. بالعكس، يمكن نخدم مع الزملاء بأريحية، بكل الظروف متوفرة، نعمل في حاجات كما يعمل الزملاء، كل تغطيات خارجية، مراسلات، نحضر البرنامج، كونديكتور، تقديم البرنامج. اليوم معد لزوز برامج في الإذاعة، وننشط في معناها في زوز برامج، وكرونيكير في برنامج، معناها فما خدمة، لأنه المجتمع والفئة اللي نخدم معها في الإذاعة ما سوقوا لي شكل فكرة لا أنت عاجز، أنت ما تنجمش، أنت كذا، أبقى تو احنا نخدموا لك. لا بالعكس، أعطاك الفرصة باش أنك تخدم وأنك تنتج، وهذا هو المطلوب اليوم، أن نعطوا فرصة لذوي الاحتياجات، ذوي الإعاقة عفوا، أنهم ينجوا، أنهم يكونوا موجودين في المجتمع، لأنه موجود الأمثلة اليوم في ذوي الإعاقة. فما المحامي، فما الأستاذ، فما الكيني، وفما نقول احنا الأخصائي النفسي، والحمد لله اليوم فما حتى في قطاع الإعلام موجودين، ومعناها فما إذاعة كاملة لذوي الإعاقة في تونس، لكن هذيك بتحصرت فقط من ذوي الإعاقة يخدموا فيها ذوي الإعاقة. لكن اليوم أنا تجربتي في إذاعة عليسة كانت تجربة استثنائية، لأنه تجربة ناجحة ونضمن لكم أنا. دونك يزينا ما هالفكرة وهالتسويق هذايا، على خاطر اللي خلينا نخزروا لهالأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم فئة منعزلة وفئة مسكينة، أور هم عباد عاديين كيفنا كيفهم، يعيشوا ويقروا وينجحوا ويخترعوا ويكتبوا ويمثلوا ويغنوا ويعملوا كل شيء كيفنا كيفهم. فما حاجة احنا غلطة نغلطوها الناس الكل، كيكسوا الدولة، كيكسوا المجتمع المدني ولا الإعلام، شنو نعملوا احنا؟ نشدوا أشخاص ذوي إعاقة نتذكروهم جنرالمون في مناسبة واحدة اللي هي 3 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نحكي على الحقوق، على الواجبات، نحملوا الدولة المسؤولية ونروح على رواحنا ونرجع كان 3 ديسمبر اللي بعده. هذه الفكرة مش صحيحة، معناها ما عندها وين توصلنا، على خاطر توا لازم نتنيب الجانب التقاطعي من الحكاية. اش معناه؟ معناه لازم كي نحكي على الأشخاص ذوي الإعاقة لازمهم يكونوا مهتمين بالمشاكل البيئية، بالثقافة، بالتربية،
في كل المجالات لازم نلقاو اشخاص ذوي الاعاقه، ما عادش لازمنا نتناولوهم كفئه منعزله على ذاتها وما نلمهم كان باش نحكيو على على الاشخاص ذوي الاعاقه ولا حقوقهم كهو، لازم يكونوا موجودين ومتمثلين في كل المجالات اللي تخصهم. وكي يقولوا المجالات اللي تخصهم في كل شيء، يعني في اي مجال من في مجالات اكزاكتومون. فما حاجه اخرى ويصير فيها خلط كبير، انه ناخذ شخص ذو اعاقه، هو صحيح عنده إعاقة، ما ينجم يكون إنسان عادي، ما عنديش مهارات خارقة للعادة. دونك ناخذ شخص ذو إعاقة وأي حاجة يعملها مهما كانت بسيطة نمجدوها ونكبروها، في الحالة هذه قاعدين نعززوا اللي رو أنت إنسان ناقص، وإحنا نحاولوا بك إنه لازم تكون فما معاملة سوية للناس كلها مع بعضهم، لأنه الخدمة اللي يخدمها الإنسان العادي نجم يخدمها الشخص من ذوي الإعاقة فقط. معناه ديما لازم فما كي يعمل هو حاجة ما تجيش تقول أوه لا يعطيك الصحة برافو ما عملها حتى حد، لا بالعكس ولا. خدمة ذي كما خدمتها أنت يخدمها غيرك، معناه حس اللي هو موجود وحس اللي هو سوي في المجتمع، ما تحسش اللي هو فما فرق بينك وبينه اللي هو عمل نسعوا باش نصلحوا هيك النقص على خاطر ما همش عباد ناقصين في الاخر. صحيح اي انا معاكم في الفكره هذه، لكن زاد ما نجموش ننكروا اللي الاشخاص ذوي الاعاقه عندهم مشاكل يتعرضوا لها اكثر منا، يعني فما مشكله كبيره الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هي تحسسهم ممكن وتحسس المجتمع بالنقص هذا اللي تحكي عليه، يعني الاكسسيبيليتي هو مشكل الاكسسيبيليتي اون جينيرال، النفاذ لكل المنشآت العموميه بالنسبه لك انت قداش تاخذ وقت باش تقص كيس مثلا دقيقه من بعد حتى اقل شخص ذوي اعاقه لازم يمشي يلوج على كيس فيه رامب، وكان اكيد ما فماش رامب في 90% من الرامب اللي موجودين في تونس على ساقين الهث باش نطلعها، يعني لازم يمشي يلوج على كيس في رامب، وكان ما لقاش لازم يلوج على شكون يعني يساعده باش انه يقص الكيس، وبعد باش تمشي تطلع مثلا انت بيرو رئيس البلديه مثلا تاع منوبه في بروميير ايتاج ما تاخذكش حتى ثواني، معناها الحكايه انسان شخص ذو اعاقه لا تاخذ برشا دونك برشا وقت دونك برشا افار لازم يعملوا شخص ذو اعاقه باش يوصل لهذا من الحقوق الاساسيه نتاعها، يعني باش تطلع في كار ولا باش تطلع في مترو حاجه شبه مستحيله شخص ذو اعاقه. فما تجربة شفتها في تعملت سنة 2016 واللي هو أخذوا عباد من اللي متعدين وحطوهم في وضعية إعاقة، فما اللي غطوا لهم عيونهم، فما اللي إعاقة في المشي معناه حاطينهم على كرسي متحرك والكل، وحطوهم في محطة المترو وبرا أنت لوج على المترو اللي باش تركب فيه من غير صوت ناطق ومن غير حتى إرشادات. صحيح هذا ديجا احنا جمعيتنا ديما تقوم به وكنا نقوم به مع مسؤولين وقتها خدمنا في عملنا بوليسي بيبر اللي تعرضت قدام مجلس البلدي، وقتها هزينا مسؤولين من البلدية اللي على شيز غولاند وكل قلنا له تروح حاول أطلع عندي في بيرو كتوا في البروميير ايتاج، وقتها بداو هكا يفهموا ويحسوا شنو معناها تجي تمنع هكا شخص ولا مواطن تونسي من أبسط الحقوق، لكن هذوما دي ميزا ان سيتياسيون دي زيكزيرسيس نعملوهم صحيح في المجتمع المدني، لكن انا شفناهم تأثرنا وسيبان نتعدوا نرقدوا ونلبس علينا من غير هو اللي خلينا دائما نتحدثوا راهو الحقوق والواجبات مش حبر على ورق، لازم تكون موجوده على ارض الواقع، مش تجارب يعملوها بعض الناس في نص ساعه وربع ساعه ويمشي على راحه، معناها كان شيء لم يكن انما هي تجربه، لا لازم اليوم نعيشوا مع الناس هذوما، لازمهم يعيشوا حياه طبيعيه. وحكيت مثال انت في البلديه، للاسف اليوم في البلديه وقت انت باش يعطي رخص بناء لمؤسسات كان صناعيه والا اداريه والا حتى تجاريه والا حتى بنايات معناها المصالح للسكن، لازم تكون من الشروط تكون فيها مصعد كهربائي. اليوم الغالب في بعض الناس البناءات المصعد الكهربائي غايب، اليوم نشوفوه مش موجود، كان للاشخاص معناها الفاقدي البصر ولا الاشخاص اللي يمشوا على الكراسي المتحركه هذاكم لازمهم المصعد الكهربائي، اذا ما يلقاش معناها ما ينجمش يتنقل ما ينجمش يقضي اموره. هذا اللي خلينا دائما نتحدثوا راي الحقوق والواجبات مش فقط حبر على ورق، لازم تكون على ارض الواقع، مش نتحدثوا في الملتقيات وفي ندوات وحقوق ذوي الإعاقة وكذا ولازمنا ندافع عليهم، لا يا سيدي أنت تحب تدافع على ذوي الإعاقة وفر لهم الأرضية وفر لهم المناخ وفر لهم كل الحاجات اللي نجم تخليهم يعيشوا مرتاحين.
حاجة أخرى، التعليم. نشوف التعليم اللي هو نورمال ما حق مشترك للناس الكل، وحق من حقوق أي شخص قادر أنه يقرأ، قدرات عقلية بمعنح. ولو أنه اليوم للمؤسسات التربوية وللإطار البيداغوجي اليوم جاهز أنه يقبل ويستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة. المدارس ساعات تلقى مدارس ولا حتى جامعة للابو تلقاهم الفوق الدروج، الأساتذة والمعلمين ما همش مؤهلين باش انهم يتعاملوا مع اشخاص ذوي اعاقة. صحيح كاين مشكل في التعليم، مثلا على مثال التعليم، فما 37% من كهو من الاشخاص ذوي الاعاقة اللي هما يكملوا الابتدائي جنرالمون يخرجوا حتى قبل، وديما في حتى كاين وصلوا معناها كملوا جنرالمون بالحق حاجه اقليه بسيطه على الاخر توصلت للتعليم الجامعي. في الصحه كيف كيف، يعني في التنقل، في ابسط الحقوق، يعني انت جبت التعليم لكن في كل الحقوق الاساسيه ديما فما مشكل. الدوله هذه ما تقراش مالوغوزمون حسيت اللي هي تعتبرها اقليه، لكن احنا تو نحكيو على 37.5% من يعني من التوانسه عندهم اعاقه، اللي هما 1,350,000 ظهر لي جو بونس حسب منظمه الصحه العالميه. ففي منوبه اللي هي اكثر ولايه فيها معتمديه فيها اشخاص ذوي الاعاقه، 1 على 3 أسر عندهم على الأقل طفل ولا طفلة ذات إعاقة. دوك بالنسبة ليهم هذم كهو سيبون، أنت وصلت قلت لي أنتم أقلية، أنتم مواطنين من درجة ثانية تعتبرهم للأسف الدولة التونسية. أين حبراً يديما لهم الدولة للأسف. دوك فلا هذم بالنسبة ليهم مستقبلهم ما فهميش مستقبل، مش مستقبل فلا اكزاكتومون على صعيد التشغيل، ومن غير ما نتناولوا زاده معناها الاعاقه بالطفل، الاعاقه بالمراه، يعني في كل المجالات نجمو نقعدوا نعملوا دي بودكاست على كل بوين. هيك كل مجال بودكاست. انت حكيت على التشغيل اللي هو دائما فما نسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الاعاقه عفوا، لانه ذوي الاحتياجات الخاصه ديما موجوده في اي شخص ينجم معنا ديما ينطقها، لانه تسوقت للمجتمع كلمه ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم نتحدث على ذوي الإعاقة، اليوم 2% للأشخاص ذوي الإعاقة في الكونكور في التشغيل، وقت اللي تطرح القانون 38 ذوي الإعاقة فرحوا برشا لأنه النسبة باش ترتفع إلى 5%. اليوم الأمل متاعهم تفقد لأنه ما تمتعوش ب 2%، قالوا لعل في القانون 38 تمتعوا ب 5%، لكن ما لا 2% غيرت حاجة ولا 5% غيرت حاجة. علاش؟ لأنه 2% زاد حبر على ورق الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم المؤسسات اللي باش تخدمهم يقول لك باش يسبب لي مشاكل، باش يسبب لي عراقيل وكذا، لأنه هذاك هو التفكير متاع الرأسمالية. اليوم إذا نخموا إن هات نخموا مع بعضنا بإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، راه باش يقدم إضافة للمؤسسة اللي هو يخدم فيها ولي هو وليك أنت، وبالعكس هذا حاجة باهية أنك تخلق حاجة جديدة وأنك تكون أنت أول من بادر أن خدم ناس من ذوي الإعاقة. والأشخاص ذوي الإعاقة ما نوصلوا نفتكوا لهم حقوقهم أو يفتكوا حقوقهم إلا من نعتبروهم اليوم جزء من أجزاء المجتمع وجزء لا يتجزأ من المجتمع. مش لازم كي نحكوا عليهم نقولوا فئة معينة، ما همش فئة، هو كيف صحيح. كيف أي شخص صحيح. هذاك هو اللي حابين نقولوه، كان على بالرقم ما همش شوية، وكان بجانب حقوقي هو مواطن تونسي، ماهوش من معناها مش من مواطن من درجة ثانية، هو كيف أي إنسان يعيش في الدولة التونسية هذه، عنده تحت القانون هذايا عنده يتمتع نورمالمون بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. دونك تناول الاشخاص ذوي الاعاقه كفئه هكا، دونك كاتيجوري هكا منعزله ما عنده وين يوصل. دونك الاشخاص ذوي الاعاقه راهم عباد تستحق انها تعيش في اطار اجتماعي طبيعي يضمن لهم حقوقهم ويساويهم بالاخرين، ويضمن لهم باش ما يتعرضوش للتمييز العنصري. هما اليوم الناس هذوما سواسي، ناس كيفهم كيف اي شخص، لانه اللي يعمل فيه الشخص العادي يعمل فيه شخص ذوي الاعاقه. هذاك علاش لازمنا نغيروا النظره النمطيه هذه، ونغيروا نظره المجتمع، واي شخص يشوف شخص من ذوي الاعاقه يسخف عليه. لا، اليوم راهو شخص ذوي الاعاقه كما انت كشخص عادي عندك حقوق وواجبات، هو زاد عنده حقوق وواجبات. لازمنا نتعاملوا مع بعضنا كمواطنين اول حاجه، وثاني حاجه لانه هذاك الوضع العام لازمنا ديما غير الصورة، لأنه تونس اليوم في الظاهر معروف على معناها بلد الحقوق والواجبات، لكن ماذا بينا اللي نشوفه في الظاهر اللي نعيشه به الداخل معنا. صحيح، وحنا في الاخر رانا الكل عندنا إعاقات، بوتيت رحنا الإعاقات متاعنا ما تبانش، مي الإعاقة إعاقة فكر. دونك شباب
الوضع كلمة أخيرة نتأمل أنه الوضع يتغير أي. نتأمل أنه وضعية ذوي الإعاقة تتحسن في تونس، وفي الأخير ديما نقول رانا مواطنين كيف كيف كما المواطن العادي كما المواطن ذوي الإعاقة، واللي راو كما أنتم عندكم حقوق وواجبات حتى حنا عندنا حقوق وواجبات. أكيد أكيد كيفاش نخزرها بمنطقة حقوقية نصور المشاكل كلها تتحل. أنا نحب نأكد على أنه قضية الأشخاص ذوي الإعاقة راهي قضية إنسانية، ماهيش قضية فئة بركة. دونك الناس الكل لازم نتحشدوا باش أنه نطرحوا ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هكا على طاولة ونضربوا عليه. الناس الكل مع بعضنا كتوينسة ولا كمدافعين على حقوق الإنسان نورمال ما تعنينا الحكاية هذية، خاطرها قضية نبيلة. إن شاء الله اليوم نكونوا أحسن طرح الموضوع وحكينا على زوايا بأكثر تفاصيل الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا المصطلح اللي نستعملوه والأشخاص ذوي الإعاقة راهم أشخاص كيفنا كيفهم، جوست نحاولوا نحو الأفكار والقيود الاجتماعية اللي حطها المجتمع ونحاولوا نتعاملوا معهم كيف، مش نحاولوا نتعاملوا معهم كما نتعاملوا مع أي شخص. دونك هذه كانت حلقتنا أمور تهمنا لو بودكاست، تفرجوا في الحلقات الفايتين بتاعنا مع الأصدقاء السابقين وإن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم.